قديش سعرهم؟ 1000 بالضبط. تفضل. أزراف ما هي؟ إيه طبعاً. لأنه اليوم رايحين نشوف له بنت لابننا مازن، بدنا نقدم هدول هدية. إذا ما طلعوا زراف مثل ما قلت وقتها. معقول يعني أعطيك شيء مو ظريف عمي؟ معقول؟ صدقني رح تدعي لي كثير، أنا أعطيتك شيء مشان ترجع لعندي. يا سلام يا سلام. مازن ابني أخيرا رح يتجوز ومرته رح تيجي تعيش ببيتنا على طول. مانو؟ تعي جانو، فوتي. شو هالحلا؟ طالعة كتير حلوة. بس الطوق مو كتير حلو. استني، شو رأيك تنقي من هدول؟ اختاري أي شي بتحبي. يلا. كيف صارت هالمعجزة؟ يلا شبك اختاري. يلا شو فيهم؟ في شي غلط بكلامي يعني؟ في شي مرة منعتك تستعملي مجوهراتي؟ لا أبداً، بس أنا لبست هذا الطوق. ماما رجاءً اشرحي لها لجانو. شوفي لابسة طوق كتير ناعم على رقبتها، وعائلة العريس رح يشوفوها، شكله مو حلو أبداً. شوفي أنا عندي كتير مجوهرات، إمتى رح ألبسهم يعني؟ أنا يا ماما ما جبتهم لحتى أفل عليهم بالصناديق، أنا جبتهم لحتى يفيدونا بهيك مناسبة حلوة. يلا البسي هالطوق. وانتي ماما وانتي البسي هالطوق هاد. أنا ألبس هاد؟ إيه؟ وأنا رح لبسك يا. اسمعي مانوشا أنا يا مازن. إيه تعال لهون تعال. فوت لجوا فوت. مو لازم نروح على بيت البنت؟ ليكني أنا جاهز. يلا يلا أمشي يلا أمشي، بدنا نروح بدنا نروح على بيت البنت. اسكت اسكت. لك أنا كم مرة صرت عيل لك كم مرة؟ لا تشرب لا تشرب. وأنت ما عم ترد، مو فارقة معك، بتجن بس تشوف المشروب، بس تشوف المشروب ما بقى توعى على شيء أبدا. مازن إذا ما بدك تفكر بحالك أنت حر، بس كمان ما بتقدر تفكر بولادك شوي؟ عن جد أنت مالك طبيعي. شو بدك من مازن؟ ليش عم تناديله؟ أنت ما وعدت إنك ما تشرب أبدا؟ شو صار بوعدك؟ نسيت وعدك؟ ضاع مع المشروب؟ مثل ما عم تضيع؟ مرت ابنك بكره رح تيجي على البيت، ما بكفي ضيعت هيبتك قدام ولادك؟ لا تختبر صبري لانه ما بتعرف شو بدك تعمل. عمي 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 هو ما عرف شو عم يحكي، انا رح اشرح له لابي. اهدى ما رح يتغير حتى لو شرحت له. الشرب يلي عم يشربه كل يوم خرب له مخه، ما رح يتغير ابدا. اتركوا علي يا عمي. ماشي ماما اتصلي ببيت جانا وقولي لهم انه ما رح نجي. لا يا ابني، شو رح يفكروا اذا اعتذرنا باخر دقيقه وقلنا لهم ما رح نجي بالمره؟ امي تخيل شو رح يكون شعورها للبنت. مرت أخوها قالت إنه عرسها التغى كذا مرة قبل هلأ، شو رح يحكوا عليها العالم؟ مو معقول نحن نعملها، الناس شو رح يقولوا؟ هالبنت أكيد مو منيحة وبتهرب الحظ. سمعت البنت كل شي بالنسبة إلها يا ابني، وإذا خربنا لها سمعتها شو اللي رح يصير فيها لهالمسكينة؟ بس ماما مازن اللي عم تحكيه مزبوط، لازم تروحوا لهنيك، عيلة البنت بيكونوا عم يستنوكم، ما فينا نجرح مشاعرهم ونخليهم يفهمونا غلط. برافو عليكي برافو، لازم تكافئي حالك اليوم. شو هالفيلم الهندي التاريخي يلي مثلتيه؟ خطوة تانية باتجاه النصر. ايه بس عمي عمي شو مشان ابي؟ روحوا إيه لا تقلق بخصوص ابوك اللي... ماشي؟ اسمع يسمع ولا يشوف. انا راح اهتم فيه، انا متعود اني اهتم فيه. انت روح مع امك. معقول يلي عم بصير معي؟ طيب عمرك حاسسة المي باردة وعم ينكت علي كت. هي اول مرة بيكون ادمانك على الشرب لصالحنا، واخوك ما رح يقدر يروح لهنيك كمان.
كل شي رح يمشي مثل ما بدي، وبسببك انت البنت الغنية رح تصير عروسة بهالبيت. يلا روح. ايه شو بدي قلك؟ رح اترك فانديتا هون منشان اذا احتجتوا لشي بغيابنا، هيك بيكون احسن. ما يعني ساعتها ما رح ضل قلقانة عليكن كتير. وهو كذلك. رح نروح وما رح نتأخر. يلا اتوكلوا على الله. مين؟ تارون؟ شو تارون شو عم تعمل هون؟ يعني برأيك شو عم بعمل هون؟ رايح تشوف البنت بلا ما تقلي؟ منيح اللي أمك عطتني خبر، مو مثلك. أمي؟ ايه أنا قلت له يجيب السيارة تبعه. قلي كيف بدنا نروح لعندهم هيك؟ مانك شايف الدنيا عم تمطر؟ إمتى بدنا نصل إذا نحن رحنا بالباص؟ بس ليش بدنا نروح بسيارته؟ هلا رفيقك صار غريب عنك يعني؟ رفيق ابني بيكون مثل ابني. يلا امشوا. انت شو قصدك بسيارته؟ يلا شرف لوصلك. ليكو يلا وصلوا. يلا 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 مانو يلا يلا. مرحبا. تفضلوا. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلين. اهلا وسهلا. يبارك فيك يا ابني. يبارك فيك. اهلين يا ابني. هاد ابني الكبير فينود. تشرفنا. اهلين. مرحبا. وهي اختها الصغيره لجانا فيشاليا. شو هالطوله تقيل؟ بحياتي ما شفت هيك طوق حتى باحلامي. بس هلا اكيد رح شوف. مرت ابني رح تجيب طواق على بيتي، مو طوق واحد، ورح صير مثل الملكات. البس الذهب. اوه شو هالبيت الكبير، شكلهم اغنياء. اتفضلوا. تفضلوا تفضلوا. تفضلوا. شكرا. ابني ليش ابوك وعمك ما اجوا معك؟ الصراحة لانه ابو لمازن ممثل مسرحي، مشان هيك بيضطر يضل برات البيت وقت بيكون عنده عرض. ايه وبصراحة اليوم عنده عرض مهم لهيك ما قدر انه يجي، وعمه تعبان شوي كمان ما قدر يجي لهون. يلا الايام جاية. مو مشكلة، نحن كتير مبسوطين انكم اجيتوا ولبيتوا دعوتنا. وين بنتك؟ ايه يلا رح ناديلها. ناديلها. يلا يلا. عم بتمطر كتير اليوم، ما تعذبتوا بالجاية لعنا اليوم؟ لا ابنو ما تعذبنا ابدا، ركبنا بالسيارة من قدام باب بيتنا بالضبط ونزلنا هون قدام باب بيتكم. وين العذاب؟ يسلم. عدي يا بنتي. جانا عدي بنتي. مازن بتحب تسألها لجانا إذا في شي بذهنك؟ بصراحة ايه ابني اسألها، ما فيها شي بنوب. لا أمي ما بدي أسألها شي، بس إذا جانا بتحب تسألني أي شي فيها تسأل. أنا لا، بس أنا حابة أخبرك عن شغلة بتخص بنتي. لا لا لا، مرت ابنك حكت لي كل شي عن بنتي، يعني هي حكت لي كل التفاصيل عن بنتك جانا، ولهيك أنا أخذت قراري حتى قبل ما أشوفها للبنت. مرت ابني بالمستقبل رح تكون جانا وبس. إيه بس ضروري خبرك عن هالشغلة. تفضلي. مدام سافيتا، مانوشا حكت لك كل شي عن بنتي جانا، بس أنا كمان حابة أقول شغلة من جهتي عن بنتي جانا. كل ولادي متعلمين ودارسين، بس بنتي جانا
ما وصلت إلا للثامن. هاي مو مشكلة بنوب عنا. بنتك مثل ما بعرف بنت منيحة ومهذبة وقنوعة كمان، صح؟ البيت كله قايم على كتافها هي. تحترم الكبير والصغير، شو بدنا أكتر؟ كل شي غير هيك مو مهم كتير بعد هالحكي. نحنا بدنا بنتكن ومنتمنى إنكن توافقوا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.